القدوة دي عايز اتكلم فيها، وده موضوع نقاشنا الحقيقة. القدوة دي عايز اتكلم فيها على ارض الواقع، ارض الواقع اللي هو جاي من الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة للدولة ازاي بتحط بقى الاليات اللي تساعد المواطن عشان يتحمل ولو جزء من صعوبة هذه المعيشة نتيجة الحتمية اللي شرحوها السادة الضيوف الكرام. حضراتكم لجان الشؤون اللجنه الاقتصاديه ولجنه التضامن، طبعا اعتقد انتم من اكثر اللجان المعنيه جدا بالموضوع ده. ازاي سياده النائب الموازنه العامه للدوله تتضمن اليات معينه تساعد المواطن على تخطي المرحله الصعبه اللي احنا فيها؟ هو طبعا الظروف صعبه، ده مؤكد واحنا كلنا متفقين عليها. فكره ازاي تقدري تساعدي المواطن، المشكله ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي ارتبطت بشروط، يعني بالتزامات طرف صندوق النقد الدولي بتنفذ كل 6 اشهر. وبالتالي هنا الفكره حضرتك بتسالي عليها، فكره يعني مدى السرعه في الاجراءات. كنا مضطرين احنا عاملين برنامج في 3 سنين، كل 6 شهور بناخد دفعه من صندوق النقد 2 مليار دولار، وبالتالي في التزامات، زي ما في التزامات عليه انه يديك ال 2 مليار دولار، في التزامات على الطرف المصري ان هو يقوم ببعض الاجراءات عشان نقدر نمشي بالبلد، علشان الصندوق يضمن جديه الدوله المصريه في التزاماتها. هو التزامات تجاه القرض ده التزامات من طرفين، كل واحد بيقوم بالالتزام بتاعه. فالتزامات رفع الدعم عن المحروقات وعن الطاقه وكده، دي التزامات مكتوبه مع صندوق النقد وملتزمه بها الحكومه المصريه تمام في خلال ال3 سنوات. عشان كده لما طلع وزير البترول امبارح وقال يا جماعه عندنا لسه السنه القادمه يمكن الجوله النهائيه من هذا الملف، ان نكون انتهينا منه في السنه اللي جايه، على اعتبار احنا فعلا تخطينا اكثر من 80% من الاجراءات. يعني الاجراءات الصعبه تخطينا فيها اكثر من 80%، اللي باقي من الاجراءات اقل من 20%. ده فيما يتعلق بفكره الدعم والاسعار. طيب كيفيه بقى توازن الدخول مع الاسعار؟ هي دي المشكله الكبيره. الاسعار الخدمات لما بتزيد والميه والمواصلات والكلام ده كله، دخل المواطنين ما زادش. اللي قدرنا عليه في البرلمان مع الحكومه هو بعض الزيادات في المعاشات والعلاوه الاضافيه، وايضا بعض الزيادات بالنسبه للمرتبات، لكن الارقام طبعا ب 200 و300 و150 وحاجات زي كده مش هتكفي المواطنين قوي. لكن هل بالامكان افضل مما كان؟ الحقيقه الحكومه اتغيرت النهارده، جت حكومه المهندس مصطفى مدبولي هتبدا يعني تعرض برنامجها علينا. وانا قريت بعض التفاصيل من احنا عايزين نعرف كده ابرز، يعني من الكواليس حتى كده، ابرز ملامح يعني برنامج الحكومه الجديد اللي بيعرض او هيعرض المفروض على البرلمان. في خطاب تكليف من السيد الرئيس وجه للمهندس مصطفى مدبولي، في ملامح واضحه عن فكره ضروره الوصول بالنمو الاقتصادي ل 7%، معدل المقصد ل 7%، عن ضروره مراعاه الجانب الاجتماعي ومراعاه العداله الاجتماعيه، عن ضروره ضبط الانفاق الحكومي اللي كان بيشير اليه محمد ابو حامد على فكره ان احنا محتاجين فعلا نعمل ضبط في الانفاق الحكومي. والحقيقه هنا بقى هنيجي للنقطه بتاعت ضبط الانفاق الحكومي دي، هل نقدر نختصر من بعض البنود في الموازنه خصوصا في انفاق الوزارات المختلفه؟ ضبط الانفاق الحكومي هل ليه علاقه بعدد العاملين في الجهاز الاداري للدوله؟ عشان دي برضو كانت يعني مشكله بتؤرق الدوله. لا، له علاقه بالمشتريات، له علاقه بالمشتريات، له علاقه بالانفاق الاستهلاكي، مزايا منح، له علاقه حضرتك بالخدمات اللي هي بتخدم على الجهاز الاداري للحكومه، مش على عدد الموظفين ولا على مرتباتهم ولا على اجورهم خالص. عشان برضو دي كانت نقطه قلقه يعني العاملين في الجهاز الاداري للدوله. لا، مفيش ابدا اقتراب من فكره عدد العاملين في الدوله، لكن احنا بنتحدث عن حاجه ثانيه. حضرتك بتستعملي ميه وكهرباء وغاز وبتشتري مهمات كل الكلام ده، هذه البنود بيحصل محتاجة ضبط انفاق حكومي جيد جدا في الباب الثاني للموازنة. الجزء اللي بعد كده في خطاب التكليف ايضا من الرئيس هو فكرة توفير فرص العمل، لان انت الحقيقة المؤكدة في الاصلاح الاقتصادي ان احنا نقدر نوفر فرص عمل للشباب. طب قادرين نوفر فرص العمل دي بشكل كافي؟ هو عشان اوفر فرص العمل دي يا سيادة النائب يبقى لازم اعمل مشروعات، لازم اعمل الشباب، لازم اعمل استثمار، لازم افتح مصانع. ايوه، ما هو كان النهارده كان بيتكلم المهندس اسامه مدبولي على فكره المصانع المغلقه والمتوقفه، بس الحقيقه انا مستني حاجه من الحكومه اللي جايه مختلفه عن الحكومه اللي فاتت. قطاع الاعمال العام يا سياده النائب بصراحه في الفتره الماضيه، هل انا شايفه ابتسامه على وش حضرتك؟ ده ثالث وزير، ده ثالث وزير قطاع الاعمال العام. انا حقيقه قطاع يعني انا قطاع الاعمال العام الحقيقه ده محتاج مننا ساعات طويله عشان نتكلم فيه. لا انت خدي بس، انا هديك لمحه ان الرئيس في اللي فات 4% على ما كنت اسمع، 4% من حجم قطاع الاعمال العام هو اللي شغال بالفعل. لا، هو قطاع الاعمال والباقي ما بين متوقف لمصانع مغلقه هو قطاع الاعمال العام حضرتك الحقيقه لغز كبير، لان انا فاكر كويس جدا ان مجرد ما استلم الوزير السابق اللي هو ما قعدش 4 شهور ده، خالد بدوي، لما استلم انا شفت رئيسه وهو بيقول له يعني يا رب ربنا معاك، انا بشوف الوزير بيجي يمسك الملف ده ويسقط ما يطلعش تاني. فاحنا غيرنا الوزير بتاع قطاع الاعمال المره دي المره الثالثه، وخصوصا ان هذه الوزاره مستحدثه، يعني الوزاره دي بس بقى لها 2 سنين استحدثناها عشان نفك تشابكات قطاع الاعمال العام ونطلع بالقطاع ده. عايز اقول لك القطاع ده مصانع انشاتها مصر في الخمسينات والستينات، انا درست طبعا ملف وانا في لجنه الصناعه في دور النقاد الاول بقوه شديده، خصوصا قطاع الغزل والنسيج.
عندك ارقام خرافيه، اصول بعش يعني الغاز والنسيج لوحده 66 مليار الاصول. القطاع العام مصانع وورش مغلقه وناس قاعده في بيوتها وهم عندهم الحرفيه والصنعه غير طبيعي. يعني عشان ما ناخدش الحلقه في قطاع العمل العام، لكن انا بقول لك ان هذا الملف واحد من خمس ملفات رئيسيه. ايوه يا فندم طبعا. لو بنتكلم على ملفات الاصلاح الاقتصادي الرئيسيه في مصر، فملف شركه قطاع الاعمال العام واحد من خمسه رئيسيين، والباقي لسه حتى الان لما يتم الاقتراب منه. والباقي الخمس ملفات، الثاني ملف الهيئات الاقتصاديه والخدميه. زي الهيئات الاقتصاديه والخدميه بقى اتكلمي بقى على 51 هيئه. اتكلمي بقى على 51 هيئه، فيهم المجتمعات العمرانيه، فيهم الهيئه العامه للبترول، فيهم التعمير هيئه التعمير، فيهم السكه الحديد، في الخدميه بقى الاقتصاديه والخدميه خلاص، فيهم الاذاعه والتلفزيون. انت عندك 51 هيئه في العالم كله، والكلام ده قلناه قبل كده. القطاع الاقتصادي في العالم كله قطاع رابح، ولكن في مصر هذا القطاع خاسر للاسف خاسر. فده الملف الثاني في الملفات. انا بكلمك دي الملفات. طيب اللي فيها ايه؟ لا انا مهتمه بس بملفات، معلش، مئات المليارات. قلنا ملف قطاع الاعمال العام، وقلنا دي الملفات الرئيسيه في الاصلاح الاقتصادي. في الاصلاح الاقتصادي ملف قطاع الاعمال العام، ملف قطاع الهيئات الخدميه والاقتصاديه. الاقتصاديه والخدميه ده الملف الثاني. الملف الثالث ملف هيئه الاوقاف. ملف هيئه الاوقاف، انا بكلمك على الارقام اللي هي ايه. اقول الملف ده ده ملف صعب جدا، في 900 مليار و800 مليار و1000 مليار. يعني عارفه هي الملفات اللي انا اقول ايه، لو انا اقتربت من اصلاح حقيقي هيبقى النفع على الموازنه العامه للدوله. يعني ما شاء الله، طبعا اللهم لا قر ولا حسد، بس حقيقي هيئه الاوقاف غنيه ما شاء الله، بتملك اصول واراضي واطيان واوقاف. الحقيقه الحصر يعني الاخير، الحصر الاخير اللي جه مع رئيس الهيئه الاخير كان بيتحدث عن 900 مليار اصول تم حصرها. 900 مليار اللي تم حصره، تخيلي. يعني عايز اقول اصول تقترب من التريليون جنيه. طب العائد تفتكري قد ايه في الموازنه؟ واحد في الالف مليار. يعني انت متخيله لما فلوس تكون عندك بتجيبي منها واحد في الالف؟ طب متاخرين ليه يا فندم الملف ده؟ لا معلش والله، هنا هنتحدث عن الحكومه الجديده بقى. يعني عندنا ملف، اولا خلينا بس نبدا السلم من اوله كده. اولا عندنا رغبه حقيقيه، ده بجد بقى، من قياده سياسيه وبرلمان ومؤسسات الدوله، ان احنا بجد نطهر وناخد ونرجع اموال الدوله وحقوق الدوله وكل الكلام ده. في الاراده وبنشتغل على ده. رقم اثنين، عملنا ابحاثنا وعملنا دراساتنا واكتشفنا اللي حضرتك قلته دلوقتي ده، واحد في الالف في الاوقاف قاعد في الالف، اللي بيجيب عائد. والهيئات الاقتصاديه العائد منها ماينس، يعني احنا العلاقه بين الهيئات الاقتصاديه والقطاع الاعمال العام ارقام 7 مليار و4 مليار، ارقام بردك اصول تقترب من تريليون، والارقام ايضا اقل من 0.5%. يعني انت بتتكلمي على فلوس عند مصر. ملفات، الملف الرابع هو ملف الاصول غير المستغله. زي الاراضي، زي هديكي مثال واحد عشان ما نضيعش الحلقه، هديكي مثال واحد بس. جات لنا هيئه المعارض ميزانيتها 250 مليون قدام اللجنه الاقتصاديه. فجه رئيس هيئه المعارض يتحدث عن ان هو عنده ارض قيمتها قد ايه، الارض بتاعت هيئه المعارض اللي هي عليها الخلاف والمشاكل 30 مليار. الارض فقط بتاعت هيئه المعارض، هيئه المعارض اللي في مدينه نصر. ايوه في صلاح سالم، اللي في صلاح سالم 30 مليار. 160 فدان في قلب القاهره بقى لهم سنتين، كل النشاط بتاعهم ب 200 مليون، ويمتلكوا اصول غير مستغله ب 30 مليار. طب يا فندم ايه اللي موقفك؟ اصل لسه باخد موافقات على الارتفاعات. ايه الاصول غير مستغله 30 مليار يا فندم؟ قيمه الارض عنده 160 فدان. قيمه الارض عنده 30 مليار. ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك دي هيئه واحده عندها اصول ب 30 مليار وبتخسر كل عملها ب 250 مليون. يعني المفروض لما يكون عندي اصول ب 30 مليار تبقى الهيئه دي كسبانه قد ايه؟ يعني مثلا ارض المعارض في دبي مثلا على سبيل المثال مصدر دخل قومي. لا ودي شاسعه. خلاص ما انا بحكي دخلتها ومشيت فيها. يعني ما شاء الله نشاط المعارض نشاط المعارض في دبي، الاجتماعات المتعلقه بالمعارض، ده مصدر دخل قوي، مصدر دخل قوي في دبي. طبعا عندهم ايفنت سنوي اسمه اي تي ام، طبعا الارب ترافل ماركت. بالزبط. معروف طبعا جدا في شهر مايو من كل سنه. بالزبط. ده العالم كله بيروح، ما تلاقيش غرفه فاضيه في فندق في دبي. وعلى مدار العام بالكامل في ايفنتس مختلفه على مدار العام بالكامل، في اجنده بقى كامله في اجنده كامل نستغل ده. ليه بنقول الكلام ده بقى؟ انا بدي اديت حضرتك مثال واحد بس. اما الاصول غير المستغله اللي تم حصرها عن طريق المنصب ريم محلب وغيره، يعني اللجنه اللي تمت وغيره، اللي متقدم لغايه دلوقتي عند المنصب ريم محلب من الطلبات التصالح 100,000 طلب. 100,000 يعني في 100,000 واحد متقدمين على طلبات تصالح، شوف بقى بكام مليار جنيه. عشان كده انا بقول لك يعني ملفات الاصلاح الاقتصادي الحقيقيه واضحه قدامنا تماما. بنشتغل عليها وواصلين فيها لايه يا سياده النائب؟ لا احنا في خد بالك في قرار من المجلس عندنا
بتشكيل لجنة قص حقائق لل ماشي بقى بكل اللي قلته ده. ما تكلمش على المجلس الاوقاف والسكه الحديد والاذاعه والتلفزيون كل ده كله. هتسالني على سؤال صعب بتقول لي وصلت لغايه فين بس يعني هتسالني سؤال صعب فالسؤال عند الحكومه يعني انا بس لا لا انا ما بسالش الحكومه انا اسال حضراتكم انتوا بتعبروا عن الشعب وانتوا اللي بتراقبوا اداء الحكومه مظبوط حضراتكم احنا حضرتك بنقوم بدورنا في ايه؟ احنا بنقول للحكومه احنا متعاونين معاكم عندكم الملفات دي يا جماعه اهو انت ما عندكش فلوس طب الملف ده فيه 1000 مليار ايه رايك نمشي فيه الملف ده فيه كمان 900 مليار الملف ده طب نقدر نعمل ايه خدي بالك احنا كبرلمان كل التعديلات التشريعيه جاهزين بيها احنا كبرلمان مستعدين نقدم كل معاونه سواء بالافكار او بالتنفيذ او بالتشريعات يعني القصه احنا عايزين نساعد الدوله ونساعد الحكومه ولكن في الاخر اللي هينفذ عشان كده مستني مهندس مصطفى مدبولي بقى اجراءات يعني انا مش عايز اسمع في الحكومه القادمه خطه باستراتيجيه واهداف لا انا عايز اسمع اجراءات لان في استراتيجيه واهداف عندنا طبعا موجوده وواضحه متوافق عليها واضحه وكل حاجه عايز اتكلم في اجراءات يعني يقول لي انا الشهر اللي جاي الملف ده بتاع الاوقاف ده هبدا اخد فيه 1 2 3 بعد 3 شهور هكون بعت من الاراضي غير المستغله دي قد كده بعد 6 شهور ودخلت لخزينه الدوله قد كده طبعا بعد 6 شهور بعد 6 شهور هكون صلحت الهيئات الاقتصاديه انا في الهيئات الاقتصاديه هضرب مثال صغير الهيئات الاقتصاديه بتاخد مكافئات في موازنه السنه دي الهيئات الاقتصاديه الخاسره بتاخد مكافئات قد ايه تفتكر الرقم اللي بناخده في مكافئات مش مجور مكافئات 20 مليار وهي خاسره الخاسره امال لو رابحه تاخد كام يعني عندنا التمثيل التجاري لوحده بياخد 500 مليون جنيه هم 127 موظف دي ملاحظات احنا قلناها على فكره مخيفه قوي الارقام دي هو صحيح صحيح معلش دي مراجعه برضو لما يسمعها يطمئن طالما انتوا حاطين ايديكوا على ده وبتشتغلوا على ده ماشي احنا نطمئن ان انتوا بتتكلموا في ده بصراحه بس الارقام دي مريعه قوي يا سياده معلش نطلب السرعه من الحكومه واحنا بنوضح دايما حضرتك عارف لو الملفات دي لو نصها كنا جبنا منها الفلوس بتاعه الدوله واستردينا حقوق الدوله ما كناش اضطرينا يا فندم البند الخامس وبند التصالحات يعني هم الخمس ملفات الرئيسيه اللي هيقدم ان احنا نجري فعلا بالدوله لقدام ونحصل فلوس كتير للموازنه العامه للدوله مش فكره هنخفف الاجراءات على الناس بس لكن حاجه اهم عشان نقدر نوصل لمعدلات نمو 7 و8% معدلات نمو مستدامه لابد تحولي الخلل الكبير في مصر في الاموال ما بين الاصول الثابته والمتداوله عندك اصول ثابته كتير جدا 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 في مصر واصول متداوله قليله عشان كده بنضطر نستلف الخلل ده لابد انه يتعدل يبقى الاصول الثابته مستغله كلها بالكامل يبقى لو عندي ارض مستغلها لو عندي مصنع شغال لو عندي عماله تبقى مدربه وهكذا طب وملفاتي الخمسه معلش عشان دي نقطه مهمه جدا احنا قلنا ملف زي على حلقاتي يعني ملف الهيئات الاقتصاديه والخدميه مزبوط. ملف الاوقاف شركات قطاع الاعمال شركات قطاع الاعمال مظبوط الاراضي ملف الاراضي غير المستغله الاراضي غير المستغله والسرات غير المستغله كلها والتصالحات التصالحات بداتوا فيه بتشتغلوا فيه التصالحات اللي اعتقد ان القانون في مراحله النهائيه في لجنه الاسكان ومعلش حد لجنه الاسكان القانون بينتهي تماما تقريبا وده هيدخل فلوس كتير قوي استاذ خالد